السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بحول الله نشوف مع بعضنا شرح أمر تي سيركل على برنامج الأوتوكاد. اوكي، نبداو في المثال تاعنا. نجيو نديرو مستقيم هنايا مثلا، هذا المستقيم الأول تاعنا. نجيو مثلا نعطيوها رقم، مثلا رقم واحد، نحاول نكبرو فيه. نعطيوه هنا القيمة مثلا 10. اوكي، ونزيد نحاول نكبرو فيه. نعطيوه مثلا القيمة 15. اوكي، هذا المستقيم نتاعنا. اوكي، دوكا نحاولو نديرو عليه نسخ المستقيم والرقم. مثلا هذه الأولى، الثانية، مثلا الثالثة والرابعة. اوكي، دركا باش نبداو نديرو هاد الأمر تاعنا نعطيو شرح بسيط فقط. مثلا حنايا هاد المستقيم تاعنا باغيين الأرقام هادو نديروهم في دائرة، يعني كنبقاو نجيو لهنا ونديرو يعني دائرة هكا، يعني الأمر يكون ممل نوعا ما بطريقة غير احترافية. حنايا باش نديروه بطريقة احترافية عندنا الأمر هذا اللي هو تي سيركل. نجيو لهنا نجيبو تي سيركل، نديرو اونتري، يقولنا لنا سيليكت اوبجيكت، نخيرو لي زوبجي نتاعنا هادو، نديرو اونتري. انا شيك انتر ديستانس اوف سيت فاكتور، مثلا نديرو 0.1، نديرو اونتري. هنا واش يقولنا؟ يقولنا نخيرو واش من نوع نسحقوه، يا اما دائرة، يا اما سيركل، يا اما سلوس، يا اما ريكتانجلز. اوكي، مثلا حنا نبداو بالدائرة، نديرو سي اونتري. هنا واش يقولنا؟ يقولنا اسكو الدائرة تاعنا نسحقوها ثابتة ولا متغيرة، نديروها هنا كونستانت. اوكي، نديرو اونتري. هاو لاحظوا الدائرة تاعنا تكونت لنا الدوائر نتاعنا. هاو يعني نشوفو الدوائر تاعنا تكون لنا، نحاولو نزيدو شوية في الاوفسيت نتاعنا، يعني كيما نشوفو لنا الدائرة صغيرة نوعا ما. نديرو كونترول زد، عفوا كونترول زد، نتراجعو ونعاودو الامر تاعنا من جديد. نديرو تي سيركل، نديرو اونتري، نخيرو لي زوبجي نتاعنا ولا الاوبجيكتس نتاعنا. هنايا نزيدو في القيمة تاعنا، مثلا نديروها 0.3، نديرو اونتري. هنا كيف كيف نديروها سيركل، نديرو سي اونتري، نخليوها كونستانت. اوكي، هاو لاحظو بلي الدائرة تاعنا كبرت نوعا ما. اوكي، دوكا نزيدو نديرو حالة واحدة اخرى، كونترول زد باش نرجعو. تي سيركل، سيركل اونتري، نخيرو لي زوبجي نتاعنا، اونتري، كيف كيف هذا نخليوها 0.3، اونتري، نديرو الخطا هاذي سلوت، نديرو الاس، نديرو اونتري، نخليوها كونستانت، سي نديرو اونتري. هنايا كي درناه ثابت واش يقولنا؟ الطول والعرض ولا مع بعضهم؟ حنا نديروهم بوث يعني مع بعضهم. ندير اونتري، هاو لاحظنا بلي تكون لنا السلوت نتاعنا، هاو تكون لنا وراهو ثابت. اوكي، نعاودو نديرو كونترول زد، كونترول زد، نديرو مثال اخير. مثلا نديرو تي سيركل، سيركل، نديرو اونتري، نخيرو لي زوبجي نتاعنا، اونتري، نخليوها 0.3. هنا نديرو ريكتانجل، نديرو الار اونتري. هنا مثلا نديرو فاريابل يعني متغير، نديرو الار، عفوا نديرو الفي، نديرو اونتري. لاحظوا خرجت لنا المربعات نتاعنا، هاو لاحظوا هنا نشوفوا بلي المربعات تاعنا خرجت لنا. اوكي، يعني باختصار هذا هو الدرس تاعنا، نتمنى يكون سهل. ما تبخلوش علينا دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.